هنا لأنه هذا التمويل لم يأتي بطريق رسمي أو نظامي فيكون بعيدا عن أي رقابة، وبذلك يستطيع الحرس الثوري وكل جهاز يعمل بهذه الطريقة في أي دولة أخرى يكون صرفه بدون حسيب ولا رقيب. سيد أبو الرسالة، اليوم يعني هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، البعض يقول بأنه إذا كانت إيران قد استطاعت الالتفاف على العقوبات الغربية ولم تؤثر عليها بشكل مباشر، كيف ستؤثر هذه العقوبات التي فرضت على بنوك في العراق وليست على إيران بشكل مباشر؟ أخي الكريم، من قال لم تؤثر؟ هو الإعلام الإيراني يقول لم تؤثر، لكن التأثير عندما تذهب إلى داخل إيران وترى المواطنين كيف يعيشون، هذا تأثير منين؟ تأثير من العقوبات طبعا، ليس تأثير 100% ولا حتى هذه التأثيرات تكون 100%، لكن لها تأثير كبير، لأن إيران مسدودة المنافذ إلا ما رحم ربي مثل العراق أو دول أخرى متفقة وياهم لتمويل نفسها بالشغلات التي يجب أن تعوضها، لكن لم يؤثر، لا يؤثر، يؤثر، وهذا أيضا يؤثر أكثر فأكثر، لأن الغرب والعالم كله مصمم على قطع يد إيران الاقتصادية حتى لا يغذي الإرهاب عن طريق مؤسسة الحرس وغيرها من المؤسسات الأمنية. هل دخل الخوف البيت الأوروبي سيد أبو الرسالة؟ لم يستطع الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، هل يعني دخل هذا الخوف إلى الاتحاد الأوروبي بعد التهديدات التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين؟ ما احنا التهديدات الإيرانية هي موجودة وبعضها ينفذ من سنين داخل أوروبا، ولكن اليوم التهديدات كانت مباشرة. نعم نعم، ولكن الذي خرج من الاتحاد الأوروبي، هذا تعرف الاتحاد الأوروبي عمل ليس عشوائي، عندهم مؤسسات، عندهم قوانين يلتزمون بالنظام الداخلي لأي مؤسسة وبالقوانين، فيقول لك احنا ما نقدر نضعهم مباشرة حتى يأتي قرار من المحكمة، من محكمة إحدى أي دولة أوروبية. فهم يلتزمون بالقوانين، لو إيران نعم تضع كل شيء لأنه ما تحترم القوانين، ما عندها قوانين.